كذلك أكد وزير المالية أحمد كوجك أنه سيتم وضع نظام استقصاءات رأي محايدة لقياس مدى رضاء الممولين. وأضاف كوجك أن المرحلة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية ستتضمن الاهتمام بالعنصر البشري، وأنه سيتم التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية. هنعمل سقف للغرامات ما تعديش أصل الضريبة، لكن كمان مهم وده شيء ضروري يعني، وانا بعتبره واحده من اهم الاجراءات، انه كمان الممول والمستثمر يبقى عليه التزام ضريبي من ساعه ما نختاره وليس من سنه الفحص. يعني انا النهارده ما اجيش افحص حد بعد 5 سنوات ويطلع عليه فوق فحص منطقيه جدا وهو قابلها، فاجي اقول له ان انت عليك غرامات من سنه اللي انت فحصتها اللي هي من 5 سنوات، انا اللي اتاخرت او انا اللي فحصته في الوقت القانوني، وبالتالي هيبقى عليه اي ضريبه مستحقه واي غرامات منذ تاريخ اختاره بهذه الضريبه وليس في سنه الملف. وهنحط سقف للغرامات خلاص، يبقى اخرنا هذا الرقم بحيث نقدر ما يبقاش فيه نوع من، يبقى عارف اولا الممول يبقى عارف بيقينا ايه اللي عليه وعارف ايه اخر حاجه ممكن تبقى تطلب منه. النهارده بنتكلم على حاجه مهمه جدا، احنا عايزين نشجع الناس انها تنتظم معانا في كل المنظومات الالكترونيه، والحقيقه بقى في انتظام كبير جدا. عشان بس اقول لحضراتكم احنا النهارده عندنا اكتر من 1.4 تريليون يعني فاتوره الكترونيه من ساعه ما بدانا التطبيق وادخلنا، فانت بتتكلم على حجم كبير جدا من الشركات والالتزام الطوعي. لكن احنا عايزين نشجع الناس اكتر،